السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي المغاربة، كنتمنوا من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. صباحكم مبروك ونهاركم مبروك. اليوم الأربعاء غنحاولوا نقربكم من الصورة الصباحية لشارع محمد الخامس، وحنا الآن كنتواجدوا بشارع إدريس الأول في اتجاه المدار ديال المسيرة واحد. الأشغال خات أشواط متقدمة ومشاريع كبيرة مسطرة في مدينة تمارا. تراب جماعة تمارا غيعرف تغييرات كبيرة، وهذه هي النقطة ديال التقاطع ديال شارع إدريس الأول مع شارع مولاي علي الشريف. هنا الملحقة الإدارية الثانية في اليمن ديالنا، وغادي نكملوا المسار القدام باش نشوفوا الامور فين وصلت. اناره مميزه، اناره ممتازه اللي كتشوفوا معنا بالليل. اليوم الثاني على التوالي، جامايكا ضوات البارح وعطاتنا تغييرات كبيره، واليوم في الصباح غادي نشوفوا الامور كيفاش دايره. اكيد خدمه كبيره كدار الاخوان في الجنبات. هنا الاشغال في كل مكان، وكما كتشوفوا معنا عمليه الاسفلت غادي تبدا الاخوان في الساعات القليله القادمه. تغييرات مهمه هنا بدوار بن ناصر الشمالي وبدوار بن ناصر الجنوبي. هنا كما كتشوفوا معنا متشبعين الكرام، باقين بعض البراريك اللي غتشمل لهم العمليه ديال الهدم في الايام القليله القادمه. وهنا في الجنبات الاشغال ديال شارع محمد الخامس متواصله. عمليه الاسفلت الاخوان غتكون في الساعات القليله القادمه، واللي غتعطينا تغييرات مهمه كما كتشوفوا معنا. صور حصرية صباح يوم الأربعاء كما كتشوفوا معنا. اللهم يسر، الله يسخر الأمور. نحاولوا نقربكم من زاوية أخرى. صراحة الدق والسكات كما كنقولوا، أشغال ماراطونية. تبارك الله الإخوان، شوف شوف شوف، تبارك الله الإخوان. الخدمة اللي كدار في الرصيف الخاص بالراجلين مازال خدامين عليها هنا في دوار بن ناصر الشمالي، دوار بن المكي. الاشغال مستمره هنايا، هي الاخرى ان شاء الله في الرصيف، وغادي يبداو عمليه الاسفلت في هذا الجزء هذا في الساعات القليله القادمه. العمليه ديال التشجير بدات في جامايكا، ونشوفوا امور مهمه اليوم الاربعاء. جوج سوايع ثلاثة كافية باش تعطينا التغيير والتقدم الكبير ديال فريق العمل ديال الجدائر. فريق العمل أصحاب البدلة البرتقالية عمل كبير كيديروا صراحة. غنحاولوا نقربوكم من الأمور كيفاش داير، خليكم معنا. كنتمناو من الله كذلك سويت من فات ديال قاطعين دور الصفيح، الناس اللي كيتسناو، لأن صراحة شفنا العملية تغييرات فيها بعض الأمور. غادي نحاول نشوف شنو كاين. مشاهدينا الكرام، دائما في اطار مواكبه
في إطار تتبع الأشغال الخاصة بشارع محمد الخامس. كما كتشوفوا معنا مشتبين الكرام، كنتلقاو دائما مجموعة من الإخوان هنا. كما كتشوفوا قلت لكم فريق العمل كيقوم بواحد المجهودات كبيرة هنايا. هنا الملتقى ديال التقاطع بين شارع محمد الخامس وشارع مولاي علي الشريف، أشغال كبيرة كدار الإخوان هنايا. وكما كتشوفوا معنا دائما هنا في الجنبات تغييرات مهمة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هانتوما الإخوان تبارك الله، شحال ديال الإخوان خدامين هنايا. لكن الله يعطيك الصحة، لكن الله يعطيك الصحة، هذا هو اللي كاين. كما كتشوفوا الاخوان الاشغال كتحرك في ساعات مبكره، اللهم يسير. غنحاولوا نواكبوا معكم الامور لحظه بلحظه ونقربوكم من كل كبيره وصغيره. وكما سبق واشرت لكم فعمليه الاسفلت ساعات قليله ان شاء الله، ونشوفوا عمليه الاسفلت في مجموعه من النقاط هنا في شارع محمد الخامس بمدينه تمارا. كتشوفوا معنا دائما مشتبهين الكرام، هنا ابرز اللحظات لصباح يوم الاربعاء، اشغال في كل مكان، اللهم يسر. الله يسخر الامور، الله يسخر الامور. هادشي اللي غنقولو للاخوان، تبارك الله تبارك الله تبارك الله، هادشي زين. هادشي كيفرح الخوت. نتلاقاو في فيديو الجاي مع التقدم ديال الاشغال، لان صراحه كتغيب عليهم ساعه ساعتين كتلقى الامور تبدلات. اللهم بارك، الله يسخر الامور، ونهاركم مبروك الخوت.